إياد سمارة، متزوج، سكان عمان، مسؤول عن عائلة مكونة من 7 أشخاص. فتحت مشروعي خاص معهد تدريب بتخصص التجميل، تصفيف الشعر والمكياج والعناية بالبشرة ب 1992 باسم تجاري اسمه مسار للتجميل، أكاديمية مسار للتجميل. وبال 2001 فكرت أنه أفتح بفرع وباسم جديد، فسمينا أكاديمية الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل بال 2001 بهذا الموقع، وبدأت العمل فيه بال 2005. فتحت الفرع التالي لأكاديمية الفنون والتكنيك الفرنسية برضو بعمان. هدف تأسيس هذه الأكاديمية أنه أنا أحقق رسالة عندي، أنه أنا أقدر أنه أعطي العلم وأعطي تدريب بحقه، بحيث أنه يكون الخريج تبع هذه الأكاديمية مؤهل تقنيا ومهنيا لأنه يكون يوفر له فرصة عمل ويكون هو كفؤ في سوق العمل الأردني. أنا حقيقة اشتغلت على نفسي كثير وطورت نفسي كثير، وبدأت ببداية مشواري بالحياة بقرض بنكي أخذته من البنك، وبدأت أفتح وأشتغل، ولكن طورت حالي في دورات. وصلنا مرحلة بال 2013 مركز رخصت هاي الأكاديمية مركز اعتماد ضبط الجودة، وبعد ذلك بدأوا مشروع دعم التدريب في الأردن من الاتحاد الأوروبي، بدأوا يعطونا دورات من خلال مركز اعتماد ضبط الجودة، بدأوا يعطينا يعني أخذنا دورات كثير، ومن أهمها أعطونا تي أو تي، أعطونا دورات في موضوع إعداد بطاقات التمرين، كيف بنقيم متدربينا، أعطونا وآخر شيء اللي هو التقييم الذاتي. التقييم الذاتي أعطونا المعايير، أعطونا دورة لمدة 5 أيام، وبعد الدورة أعطونا فترة عشان نقدم الابليكيشن. فعلا قدمت الابليكيشن وأجوا قيمونا وجلسوا عندنا 5 أيام، إحنا ما دفعنا ولا دينار. حقيقة كأني أنا بدأت مشروعي من جديد بدعم اللي حصل من خلال التقييم الذاتي، بأنه عرفت مصادر القوة والضعف والتوصيات اللي أعطوني إياها، بحيث أنا متأكد إن شاء الله البلان تبعي ل 2015 أكون أفضل كتير من اللي أنا موجود فيه حاليا. شكراً.